المحافظة ديال راس الماء هي منطقة فيها حي كبير يسمى بالقطب الحضاري، 90 هكتار من البنايات. هناك حي كبير يسمى بحي الإنبيعات، هناك ضواوير مجاورة له وتعاونيات. تقدر الساكنة في هذه الضفة حوالي 44 ألف نسمة، هذه الإحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط. 44 ألف نسمة تعيش العزلة، تعيش يعني تهميشا ممنهجا من طرف المجلس. لماذا أقول يعني تهميش ممنهج؟ لا توجد يعني مرافق القرب، لا توجد يعني ملاعب القرب، لا توجد دور الشباب، لا توجد يعني فضاءات من أجل الترفيه للأطفال، فضاءات خضراء من أجل يعني أن تكون متنفسا للساكنة، ناهيك عن غياب يعني ما يتعلق يعني إداريا، ما يتعلق بالإدارة ويتعلق بتقديم الخدمات للإدارة. اليوم نتكلم في المغرب عن الرقمنة ونتكلم عن يعني تقريب الخدمات من المواطن، ونحن في جماعة لا زال عقد الإزدياد يكتب باليد. نحن ربما في عهد يعني تجاوزه المغرب. هذا الرئيس وهذا المجلس يسير جماعة بأزيد من 3 ديال المليار، أزيد 3 المليار ولا نرى أي يعني جزء من هذه الميزانية يعود بالنفع على هذه المنطقة. هذه المنطقة تتوفر على أحياء صناعية، تتوفر على شركات كبرى لا داعي لتسميتها، تضخ ميزانية كبيرة في ميزانية المجلس ولا تعود علينا بالنفع، بمعنى نحن في هذه المنطقة يعني استفادتنا من هذه الأحياء الصناعية ومن هذه الشركات سوى يعني تلوية المناخ والضجيج الذي نعاني منه في هذه المنطقة. بمعنى إذا كان يعني هذا المجلس وهذا الرئيس يريد أن يتعامل بالجدية ويتعامل بالمسؤولية، كان عليه أن يتفاعل مع مطالبنا كمجتمع مدني بمنطق. نحن جئنا عنده، قمنا بطلبة اللقاء وحاورناه بخصوص المشاكل، قمنا بجرد مذكرة ترافعية، وهذه النقطة المهمة في هذا الحدث، مذكرة ترافعية بتشاور مع الساكنة ومع المجتمع المدني، شخصنا فيها المشاكل وأعطينا الحلول وقدمناها لرئيس المجلس. فنحن كنا ننتظر التفاعل، كنا ننتظر أن يقول هذا الرئيس بأن لدي مجتمع مدني قوي يعبر يعني عن مقترحات وقوة اقتراحية، في حين جاء في الدورة الأخيرة ليوز في الدورة الاستثنائية يقول بماذا قال لك شغندير بهذه المذكرة الترافعية وهاد الناس يقابلوا شغالاتهم. احنا المطالب ديالنا لحد الآن تنطالبوا غير تفعيل الاختصاصات الذاتية اللي عندنا، هو النقل العمومي، عندنا خصاص مهول في الدواوير اللي تنتمي إلى ضفة رأس الماء، النقل المدرسي، النقل العمومي بيننا احنا وبين فاس كيلومتر ونص، ونعيش عزلة تامة. اقرب محطه ديال الطاكسي ديال الطوبيس عندنا من القطب الحضاري لحي الانبيعات 7 د الكيلومتر، فهذا الشيء يساهم مساهمه في الهدر المدرسي، في الاناث انهم ما تيكملوش التعليم العالي ديالهم، لان احنا كاع الجامعات الاستيات عندنا بعادين فاس، اللي بغيتي تنقل وتكمل قرايتك خصك تنوض في 5 الصباح، وهذا ينافي جميع القوانين المعمول بها.